نشرة الحادي عشر صباحا من قناة اليوم. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية من أبرز عناوينها. مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا يشير لتعرقل التطبيع بين دمشق وأنقرة ويقول إن لقاء الأسد وأردوغان لم ينضج بعد. الطائرة الإسرائيلية تجدد غاراتها على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق بجنوب لبنان، وحزب الله يقصف شمال إسرائيل. مقتل 15 شخصاً وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق بشمال ووسط قطاع غزة. تركيا تواصل هجماتها على أقليم كردستان وتغير على مناطق في محافظة دهوك. أهلا بكم. قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتينييف إن الظروف لم تنضج بعد لعقد لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس النظام التركي رجب أردوغان. وأضاف لافرينتينييف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية أن هناك اتصالات معينة تجري بين وزارات الدفاع بصيغة رباعية تجمع روسيا وسوريا وتركيا وإيران، منوها أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين الأسد وأردوغان. وجاءت التصريحات الدبلوماسي الروسي في أعقاب الجولة 22 مما تسمى محادثات أستانا حول سوريا، والتي عقدت في العاصمة الكازاخستانية أستانا. Около 400 тысяч, это только сирийских беженцев, не считая 150 тысяч ливанских, которые сейчас находятся. Вы представляете себе, что в какой сложной ситуации... قال رئيس النظام التركي رجب أردوغان إنه لا يزال يأمل في لقاء الرئيس السوري بشار الأسد بهدف إصلاح العلاقات بين البلدين وفق وصفه. تصريحات لم يعلق عليها الأسد في ظل موقف دمشق الثابت الداعي لضرورة إنهاء الاحتلال التركي كشرط للتطبيع مع أنقرة. يواصل رئيس النظام التركي رجب أردوغان طرق أبواب دمشق المغلقة في وجهه بحثا عن إعادة علاقات غير مشروطة، وهو ما يرفضه الرئيس السوري بشار الأسد والحكومة السورية، حيث الموقف الثابت دون تغيير لا تطبيع دون إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية. محاولات التقارب مع الحكومة السورية باتت الشغل الشاغل والعنوان العريض للنظام التركي في السنوات القليلة الفائتة لأسباب عديدة داخلية وخارجية بالتأكيد لا تخدم مصلحة الشعب السوري، الذي لا يزال مئات الآلاف منه يعانون التهجير والانتهاكات جراء الاحتلال التركي وفق ما يراه مراقبون للشأن السوري. جديد محاولات أردوغان للتقارب مع دمشق كانت من خلال تصريحات أدلى بها لإحدى القنوات المحلية، ذكر فيها أنه لا يزال يأمل في لقاء الرئيس السوري بشار الأسد لإصلاح العلاقات بين البلدين، علاقات ربط إصلاحها بالوضع الإقليمي قائلا إنها ستؤثر على تهدئة التوتر. تصريحات جاءت بعد ساعات من تأكيد وزير الدفاع في النظام التركي يشار جولر أنه لا انسحاب من سوريا، وهو شرط دمشق الرئيس لإكمال مسار التطبيع المتوقف حاليا باعتراف روسيا الوسيط الأساسي للمسار. وفي مطلع الشهر الحالي أقر وزير خارجية النظام التركي حقان فيدان أن الحكومة السورية غير مستعدة للتطبيع مع أنقرة والاتفاق مع ما تسمى المعارضة السورية، ما يعني أن الطريق مسدود حاليا لإعادة العلاقات بين الطرفين، ليبقى إنهاء الاحتلال التركي في سوريا مفتاحه الوحيد كما تشير إليه دمشق. أعلنت وزارة الدفاع السورية خروج عدد من الجسور والطرقات في منطقة القصير بريف محافظة حمص عن الخدمة جراء غارات جوية إسرائيلية طالت المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان.
من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم الإسرائيلي خلف 15 جريحا من الفرقة الرابعة في قوات الحكومة وآخرين من جنسيات مجهولة. تتصاعد حدة الضربات الإسرائيلية على سوريا وتحديدا في منطقة القصير الحدودية مع لبنان، والتي تشهد منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان غارات قد تكون الأعنف في البلاد منذ أشهر. أضرار كبيرة في البنية التحتية أعلنت عنها الحكومة السورية جراء قصف جوي إسرائيلي مساء الأربعاء استهدف جسوراً وطرقات في القصير، وهي أحد أبرز مناطق انتشار حزب الله في سوريا. وزارة الدفاع السورية أوضحت في بيان نقلته وكالة سانا الرسمية أن جسوراً على نهر العاصي وطرقات على الحدود السورية اللبنانية في القصير الواقعة بريف حمص خرجت عن الخدمة إثر أضرار كبيرة خلفها القصف الإسرائيلي التي قالت إنه نفذ من اتجاه الأراضي اللبنانية. من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم الإسرائيلي استهدف 8 مواقع في القصير، بينها جسور تل مندو والعرجون وبيت خضر على الحدود السورية اللبنانية وحاجز الضبعة لقوات الحكومة السورية وغيرها من المواقع التابعة للفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري. ووفقاً للمرصد، فقد أسفر الهجوم الذي حاولت الدفاعات الجوية التصدي له عن إصابة 15 شخصاً من الفرقة الرابعة والقوات الحكومية وآخرين من جنسيات مجهولة في حصيلة وصفت بالأولية، ما يعني وجود تفاصيل إضافية لم تعرف بعد. وشهدت الأراضي السورية منذ بدء حرب غزة العام الماضي تصعيداً كبيراً في الغارات الإسرائيلية، ما أسفر عن وقوع المئات بين قتيل وجريح، بينهم قياديون كبار في الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. فيما أفاد المرصد بأن 55 مدنياً لقوا حتفهم من جراء القصف الإسرائيلي منذ مطلع هذا العام. جددت الطائرات الإسرائيلية غاراتها الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان، فيما قال حزب الله إنه استهدف عدة مناطق في شمال إسرائيل برشقات صاروخية قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى واعتراض بعضها. غداة توسيع حزب الله دائرة استهدافاته من بلدات ومناطق حدودية إلى مواقع عسكرية في العمق الإسرائيلي، وبعد إعلان تل أبيب بدء المرحلة الثانية من عملياتها البرية في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من البلاد لا سيما ضاحية بيروت الجنوبية. الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أفادت بتعرض الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة الأربعاء وفجر الخميس لسبع غارات جوية إسرائيلية استهدفت إحداها حارة تحريك وبرج البراجنة، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة. الغارات الإسرائيلية العنيفة لم تقتصر على الضاحية وحدها، بل طالت أيضاً بلدة يحمر شقيف، ما أدى إلى مقتل شخص بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام التي أفادت بتعرض البلدة ذاتها لقصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفسفورية، ما أسفر عن احتراق عدد من المنازل وتضرر أخرى. وعلى الجانب المقابل قال حزب الله إنه استهدف عدة مناطق في شمال إسرائيل برشقات صاروخية، مضيفاً أنه حقق إصابات مباشرة، فيما تحدث الجيش الإسرائيلي عن إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية بعيد تفعيل صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، مشيراً إلى اعتراض بعضها. وكان حزب الله قد أعلن الأربعاء أنه استهدف مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى استهدافه مراكز عسكرية وأمنية في العمق الإسرائيلي، أبرزها قاعدة الكرياه العسكرية في تل أبيب التي تستضيف مقر العديد من الكيانات العسكرية بما في ذلك مجلس الحرب. شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أنه لن يوافق على أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان لا يتضمن نزع سلاح جماعة حزب الله وانسحابها
إلى ما وراء نهر الليطاني والسماح بعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم. فيما قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن الأولوية الأولى هي وقف إطلاق النار دون أي شروط. في سياق تأكيدات المسؤولين الإسرائيليين استمرار الحرب على لبنان حتى تحقيق عدة أهداف، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أنه لن يوافق على أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان لا يتضمن نزع سلاح جماعة حزب الله وانسحابها إلى ما وراء النهر الليطاني والسماح بعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم. كاتس وفي تصريحات من مقر القيادة الشمالية أضاف أن حزب الله تلقى ضربات موجعة ويجب مواصلة توجيه الضربات بكل قوة لتحقيق ثمار النصر على حد قوله. هذا يأتي فيما قال وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي الذي وصل إلى لبنان أن اتصالات يومية تجرى مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان. عبد العاطي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري شدد على أن الأولوية الأولى هي وقف إطلاق النار والهجمات الإسرائيلية دون أي شروط، مؤكداً عدم القبول بأي تسوية لا تضمن سيادة لبنان. الوزير المصري في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين أكد أيضاً على أهمية إنهاء الشغور الرئاسي على أن يكون الانتخاب دون إملاءات خارجية بمشاركة الجميع ودون إقصاء أي طرف. وعمدت إسرائيل منذ أيلول سبتمبر الماضي إلى تكثيف هجماتها على مختلف مناطق لبنان لا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع بهدف إضعاف حزب الله، كما باشرت بعملية برية وصفتها بالمحدودة في الجنوب حيث توغلت قواتها في بعض البلدات الحدودية. وفي هذا الصدد تنضم إلينا من بيروت مراسلة اليوم ليال خروبي. صباح الخير ليال. صباح الخير لك المشاهدين. أهلا بك دوما. إذن ليال، كيف يبدو الميدان في الجنوب اللبناني خاصة ومنذ أيام يتحدث الجيش الإسرائيلي بأنه سيوسع من توغلاته البرية في الجنوب اللبناني؟ تفضلي ليال معك التفاصيل. نعم، إذا أردنا أن نتحدث عن الواقع الميداني الصعيدي نستطيع أن نتحدث بالبداية عن ضاحية بيروت الجنوبية منذ صباح أمس وخلال ساعات النهار وأيضا خلال ساعات الليل وأيضا خلال ساعات الصباح هذا اليوم. تتعرض ضاحية بيروت الجنوبية لموجة غارات عنيفة متتالية استهدفت مناطق عديدة. نتحدث عن المشرفية الليلكي، الحدث، الغبيري، رويس، أيضا الصفير، وأيضا حارة حريك وبرج البراجنة وبئر العبد. وبالتالي نستطيع أن نتحدث هنا عن منحى تصعيدي اتخذه الجيش الإسرائيلي في استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، لأنه منذ 27 من أيلول سبتمبر الماضي كان الإسرائيلي يستهدف الضاحية فقط ساعات الليل وبحالات نادرة يستهدفها خلال ساعات النهار، وغالبا ما تكون هذه الاستهدافات بهدف الاغتيال. وأيضا خلال الخمسين يوم المنصرمة من عمر هذه الحرب كان قصف الضاحية الجنوبية يجري بشكل يعني ربما ينقطع الجيش الإسرائيلي كان بأكثر من أسبوع أو 10 أيام عن استهداف الضاحية، ولكن اليوم نتحدث عن 48 ساعة لم يتم القصف على
في المنطقة، وهذا يؤشر بطبيعة الحال إلى قرار تصعيدي اتخذه الجيش الإسرائيلي. أيضا في منذ صباح اليوم تتعرض عدد من البلدات، كان في قضاء صيدا، قضاء الزهراني، قضاء سور، ومناطق بعلبك الهرمل أيضا تتعرض لسلسلة غارات إسرائيلية. ونحن عندما نتحدث هنا عن استهدافات، لازلنا نتحدث عن عمليات لإزالة الركام مستمرة منذ أيام. يعني عندما يتم ارتكاب مجزرة معينة لا يتم رفع الأنقاض في نفس الوقت، لا تزال أعمال إزالة الردم مستمرة في كل هذه المناطق. ميدانيا أيضا، وعندما نتحدث عن المعركة البرية في جنوب لبنان، تحدث عن إعلان صريح وواضح أن المرحلة من المعركة البرية قد بدأت، ولكن حتى هذه اللحظة لم أي توغل إسرائيلي في الخط الثاني، لأنه بداية المرحلة الثانية تعني دخول القوات الإسرائيلية إلى قرى الخط الثاني بعدما تقريبا دخلت إلى أغلب قرى الخط الأول على امتداد 100 كيلومتر بعرض الشريط الحدودي بعمق 3 إلى 5 كيلومترات. ولكن هنا اليوم بدأ الجيش الإسرائيلي بهذا التوغل. تطرح الأسئلة هنا إن كان فعلا سوف يتوغل إلى عمق 7 كيلومترات، لأن الإعلام الإسرائيلي منذ بداية الحرب يتحدث عن منطقة أمنية عازلة 7 كيلومترات. السؤال أيضا والمدرعات ستشارك بشكل واسع بعكس المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى لم تشهد هذا بالمدرعات، بل كانت أغلب العمليات تكون راجلة الكوماندوس الإسرائيلي. بالتالي اليوم ينتظر إن كانت فعلا سوف تبدأ إسرائيل بهذه العملية على الأرض، أم أننا مجرد نوع من التهديد والتلويح بخطر هذه العملية من أجل الضغط على حزب الله لكي يرضخ للشروط الإسرائيلية من أجل التسوية ووقف إطلاق. طيب ليال، اليوم في ظل هذه التطورات الميدانية، هل هناك أي جهود، محاولات لتهدئة ميدانية على الأرض؟ خاصة أنه هناك تصريح مؤخرا صدر من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال بأنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان دون انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وأيضا دون نزع سلاح حزب الله. الإعلام عن جهود وقف إطلاق النار الأمريكية، نحن هنا نتحدث عن الإعلام الإسرائيلي والإعلام الأمريكي، لا أي إعلان رسمي لبناني حتى هذه اللحظة. على العكس، فإن السلطات الرسمية تحديدا الحكومة اللبنانية والمصادر الرسمية حتى هذه اللحظة كلها تنفي أن يكون قد نقل إلى لبنان رسالة واضحة مساعي أمريكية جدية أو بزيارة مرتقبة للمبعوث الرئاسي الأمريكي عام 2020 إلى بيروت. لم تتلقى أي إشعار بزيارة الأمريكي، لم تتلقى أي مبادرة جدية لوقف إطلاق النار. هنا نتحدث عن تصريحات المسؤولين اللبنانيين وأيضا ما الصحافة اللبنانية، ولكن الإعلام الإسرائيلي هو أكثر من أسبوع وهو يتداول ويطرح ويبث معلومات تتحدث عن أن هناك اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار. العملية البرية توشك على النهاية. أيضا على المستوى الأمريكي، نحن نتحدث عن موقع أكسيوس الذي أيضا يقوم ببث معلومات في هذا الإطار، ولكن ما يتحدث عنه الإعلام الإسرائيلي يخالفه بالكامل التصريحات الإسرائيلية. تصريح الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس الذي قال بصراحة بأنه خروج حزب الله ونزع، وايضا ان يكون للجيش الاسرائيلي الحق بالتدخل متى ما شاء من اجل ضبط ما يعني خرق لوقف اطلاق نار، اي ان يكون الواقع على عكس ما كانته عام ما بعد نهايه حرب تموز عام 2006 وما قبل 8 أكتوبر العام الماضي، اي ان يتمكن بالفعل الجيش الاسرائيلي من دون اي انذار اغتيالات معينة أو باستهداف لشحونات أسلحة معينة أو بقصف مراكز معينة يقول هو أنها تشكل نوع من الخرق للاتفاق. وبالتالي اليوم الطلب الإسرائيلي
نزع سلاح حزب الله، اختفاء او عدم وجوده بالكامل بمنطقه جنوب الليطاني، ان لا يشكل خطر مناطق شمال اسرائيل، وايضا ان الحكومه اللبنانيه والجيش اللبناني ايضا هنا يتم الحديث عن ضمانات من اجل الحفاظ على الراس الأسد من أجل منع تسليح حزب الله ومنع توريد الأسلحة، وبالتالي الإسرائيليون يريدون اجتثاث البنية العسكرية بالكامل واجتثاث أي احتمال بالمستقبل لعودة حزب الله نفسه عسكريا وأمنيا في جنوب الليطاني وعلى كل البقعة الجغرافية اللبنانية. أشكرك جزيل الشكر مراسلة اليوم ليا الخروبي، كنت معنا مباشرة من بيروت. قتل 15 شخصا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف شمال ووسط قطاع غزة، وأفاد مراسل اليوم بمقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فيما قتل 5 وأصيب آخرون جراء قصف مماثل استهدف مخيم المغازي وسط القطاع. يأتي ذلك بالتزامن مع استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة المواصي الساحلية غربية مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالإضافة إلى قصف جوي ومدفعي استهدف مدينة غزة وبيت لاهية وبيت حانون في الشمال ومخيمي البريج والنصيرات في الوسط، ما أسفر عن عدة إصابات. تفاصيل أكثر حول الأوضاع الميدانية في قطاع غزة ينضم إلينا مراسل اليوم من دير البلح عامر الفرج. صباح الخير زميل عامر. صباح النور لك يا هولير ولكافة السادة المشاهدين والمتابعين. أهلا بك دوما عامر معنا. إذا عامر، لك أن تطلعنا على آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة وكيف تبدو أوضاع المدنيين هناك، تفضل. نعم هولير، نحن نتحدث عن استمرار القصف الجوي والمدفعي المكثف على مختلف محافظات قطاع غزة، لا سيما مناطق شمال ووسط القطاع. قبل قليل استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي تجمعا للمواطنين في منطقة النجدة في مدينة جباليا شمال القطاع، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين، هذا بالإضافة إلى استهداف تجمعا للمواطنين في حي الزيتون وفي بلدة بيت حنون، الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد من الشهداء يتم نقلهم أو من قبل طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المستشفيات. هذا القصف المتواصل على الشمال ومدينة غزة هو استمرار لعملية القصف الذي شهدتها مدينة جباليا وبيت حنون خلال ساعات الليل، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته البرية في هاتين المنطقتين المعزولات عن كافة مناطق قطاع غزة، وينفذ بحقهم جرائم ومجازر في كل يوم وفي كل دقيقة. يسقط المزيد من الشهداء في مدينة جباليا وتحديدا مخيمها بالإضافة إلى بلدة بيت لاهية ومؤخرا بيت حنون. لذلك الجيش الإسرائيلي والذي أنشأ محورا يفصل هذه المناطق عن مدينة غزة ووسط وجنوب القطاع، باتت هذه المناطق معزولة، وينفذ الجيش الإسرائيلي مجازر بحق المدنيين الذين ما زالوا متواجدين في هذه المناطق. لو انتقلنا للحديث عن وسط القطاع وتحديدا مخيمي البريج والنصيرات والمغازي، حيث هذه المخيمات قصفا جويا ومدفعيا مكثفا خلال ساعات الليل، وكان آخرها صباح اليوم وتحديدا مخيم النصيرات نتيجة إطلاق الطائرات المسيرة النيران على تجمعات للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى هنا بدير البلع. أيضا مدينة خان يونس كان لها نصيب من الغارات الجوية والمدفعية خلال الساعات الماضية، حيث قصفت الطائرات الحربية خيمة تأوي نازحين في منطقة مواسي خان يونس، وقد شهدت مدينة خان يونس أمس الأربعاء استهداف لعدد من خيام النازحين في منطقة المواسي، والتي أدت إلى استشهاد طفل وإصابة العشرات، فيما تم حرق أكثر من 50 خيمة نتيجة هذه الاستهدافات التي طالت خيام النازحين.
وأخيرا مدينة رفح التي ما زال الجيش الإسرائيلي ينفذ عملياته البرية منذ أكثر من 6 شهور. قبل قليل قامت الطائرات المسيرة باستهداف تجمع للمواطنين في منطقة تعرف باسم خربة العدد، الأمر الذي أدى إلى وقوع 5 شهداء تم نقلهم إلى مستشفى ميداني على مواصي رفح. إذن هولير نحن نتحدث في 5 بعد 400 للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تكثيف للغارات الجوية والبرية على مختلف محافظات قطاع غزة، والتي هذه الحرب التي وصلت وتجاوزت 400 يوم بطبيعة الحال تواقمت من الأوضاع الإنسانية والصحية لدى سكان القطاع. لو تحدثنا عن الأوضاع الصحية، طيب الزميل عامر، الزميل عامر قبل أن تنتقل وترصد لنا الصورة الإنسانية والصحية في قطاع غزة، أريد أن أستوضح منك هنا، يعني بعد فتح الجيش الإسرائيلي جبهة الشمال مع الجنوب اللبناني، ألم تتناقص حدة القصف والغارات على قطاع غزة أم على العكس هي في تزايد مستمر؟ يعني القصف الإسرائيلي متواصل كما ذكرنا منذ أكثر من 400 يوم، يعني طارق أن يكون هناك هدوء نسبي يستمر قبل ساعات محددة، وفجأة تنقلب وتتغير الأحوال بمزيد من تكثيف الغارات الجوية والمدفعية. يعني نحن نتحدث خلال الساعات القليلة الماضية، أي القصف الجوي والمدفعي لم يتوقف، بل الجيش الإسرائيلي يرتكب المزيد من المجازر وباستهدافه المدنيين. لذلك الجبهة الشمالية وجبهة لبنان لن تؤثر على الأوضاع في قطاع غزة، حيث قوات الجيش ما زالت تنفذ عملياتها في شمال القطاع وتواصل قصفها الجوي والبري في وسط وجنوب القطاع. لذلك هناك تكثيف للغارات، وكما ذكرت أحيانا يكون هناك هدوء نسبي، ولكن هذا الهدوء النسبي يكون حذر يتخلله تحليق للطائرات الحربية والمسيرة والتي لا تفارق سماء قطاع غزة. لذلك هذه الطائرات تكون ربما ترصد لأهداف، ترصد مواقع تم استهدافها، وفجأة تطلق صواريخها وحمامها باتجاه النازحين والمدنيين، وفي كل يوم عدد الشهداء يتجاوز 50 شهيدا. لذلك الجيش الإسرائيلي لا يفصل جبهة غزة عن جبهة لبنان، هو يقاتل في جبهة لبنان بشكل منفصل، وفي قطاع غزة الذي قسمه وأنشأ المحاور هو يقاتل بها بشكل منفصل، وهناك فرق في قطاع غزة تابع للجيش الإسرائيلي تقاتل، وهناك فرق في جبهة لبنان تقاتل. لذلك الجيش الإسرائيلي يكثف من غاراته الجوية والبرية وحملات الاعتقال، بل ويشدد أيضا الحصار على سكان قطاع غزة. هولير، نعم عامر، أشكرك جزيل الشكر، وشكرا لإيضاحك لهذه النقطة، لأن وسائل إعلام عديدة تحدثت أنه جبهة غزة هدأت نسبيا مع فتح جبهة جنوب لبناني. أشكرك على الإيضاح زميل عامر، مراسل اليوم عامر الفرة، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من دير البلح. أعلنت ما تسمى المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها موقعا شمالي إسرائيل بواسطة الطيران المسير. وقالت ما تسمى المقاومة الإسلامية في العراق في بيان إنها هاجمت بالطيران المسير 3 مرات هدفا وصفته بالحيوي شمالي إسرائيل، مؤكدة أنها ستستمر في مهاجمة المواقع الإسرائيلية بوتيرة متصاعدة. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض سلاح الجو طائرتين مسيرتين انطلقتا من جهة الشرق، فيما لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. وخلال الفترة الأخيرة دائما ما تتبنى الفصائل التابعة لإيران في العراق بشكل شبه يومي قصف مواقع إسرائيلية بالطيران المسير، رغم تأكيد العراق أن أراضيه لن تستخدم لتنفيذ هجمات أو ردود، سيما في ظل الحرب المشتعلة في قطاع غزة ولبنان. اتهمت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة الأربعاء موظفا بالحكومة الأمريكية بتسريب معلومات سرية عن الدفاع الوطني. وتضمنت لائحة الاتهام لآصف ويليام رحمن
تهمتين تتعلقان بنقل معلومات سرية عمدا دون أن تقدم تفاصيل حول طبيعة التسريب. وبحسب السجلات أن التسريب حدث في 17 من أكتوبر تشرين الأول الماضي أو قريبا منه، وكان ذلك في الوقت الذي نشر فيه حساب على تيليجرام مؤيد لإيران يطلق عليه ميدل إيست سكاتور، ما بدا أنه زوج من الوثائق الاستخباراتية تضمنت معلومات حول استعدادات إسرائيل لشن هجوم على إيران. وألقي القبض على رحمان في كمبوديا في 12 من نوفمبر تشرين الثاني، ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة اتحادية في جزيرة غوام للمرة الأولى في 14 من نوفمبر تشرين الثاني قبل نقله للمحاكمة في المنطقة الشرقية من فيرجينيا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. تركيا تواصل هجماتها على إقليم كردستان وتغير على مناطق في محافظة دهوك. أهلا بكم مجددا. جددت الطائرات الحربية التابعة للنظام التركي قصفها على مناطق في محافظة دهوك بإقليم كردستان. وفاد مصدر محلي أن الطائرات الحربية التابعة للنظام التركي شنت قصفا استهدف قرية جوهرزي التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك بإقليم كردستان. وأوضح المصدر أن القصف التركي أسفر عن أضرار كبيرة بممتلكات المدنيين وتسبب أيضا بحالة من الخوف والهلع بين سكان المنطقة. ويأتي ذلك عقب زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى إقليم كردستان دون أن يتطرق خلالها للقصف التركي المتكرر على مناطق الإقليم، وذلك في استمرار لسياسة الصمت الحكومي إزاء تجاوزات النظام التركي المتواصلة على سيادة البلاد. تظهر في العراق بين فينة وأخرى تسريبات صوتية لمسؤولين وسياسيين وأصحاب مناصب عليا تكشف الجانب المظلم لحجم الفساد المستشري في البلاد. كان آخرها تسجيل صوتي مسرب منسوب لعبد الكريم الفيصل وهو رئيس مستشاري مكتب السوداني، ما أثار ضجة في الأوساط الأكاديمية والشعبية. المزيد مشاهدينا في تقرير مراسلتنا إيناس العطية، نتابعه معا. تتوالى في العراق ما تعرف إعلاميا بحرب التسريبات، مقاطع صوتية لشخصيات مسؤولة في الدولة وزعماء سياسيين ورؤساء هيئات مستقلة تكشف عن الجانب المظلم في إدارة البلد، حديث عن صفقات ابتزاز ومساومات وتلقي رشان بمبالغ هائلة وضغوط على بعض المؤسسات خاصة تلك المعنية بالاستثمار. هل هذه التسريبات هي عملية للتسقيط السياسي بين فئة وأخرى؟ إذن لماذا لا تفعل هذه الجرائم بحق الشعب العراقي؟ نحن نعرف كثيرا من التسريبات السابقة ولحد الآن تميعت القضية، كذلك السرقات ونهب المال العام، لماذا الصمت بكل هذا؟ نحن نقول بأنه قد تكون هنالك صفقات سياسية وقد تكون هنالك أن السوداني لا يجرأ ولا يقدر بأنه معالجة هذه الأمور
الأمور، ولهذا فأصبحت عدم وجود الثقة بين السياسيين، فأصبح كل فريق يتجسس ويتنصت على الفريق الآخر، وهذه دلالة على أنه عدم وجود الثقة، وهذه هو الفشل السياسي الموجود في العراق. الحكومة العراقية تحاول استيعاب صدمات التسريبات المتوالية بشكل شبه منتظم، آخرها انتشار تسجيل صوتي منسوب لرئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء يتحدث فيه عن تلقيه رشوة بقيمة مليون دولار مقابل تمرير إحدى الصفقات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول جدوى آليات مكافحة الفساد من جهة، والجهة التي تقف خلف تسريب تلك الصوتيات من جهة أخرى. اليوم أنه رئيس الوزراء هو يعني رافع لواء لمحاربة الفساد والمفسدين، وبالتالي عندما يكون من المكتبة يكون هكذا تسريبات صوتية وبالرشا وغيرها، أعتقد أنه هذه يعني تطعن في ثقة المواطن بالحكومة. موضوع أنه يعني هذه الأحداث يعني متكررة للحكومات المتعاقبة، وبالتالي أنه اليوم الهيئة النزاهة والحكومة العراقية والسلطة القضائية على المحك حقيقة حتى يعني تعيد ثقة المواطن بالحكومة بكل مؤسساته، يجب أن يكون هنالك يعني ردود فعل بحجم الفعل. وبالمحصلة فإن صراع مراكز القوى داخل الدولة العراقية ينذر بمزيد من التسريبات في المرحلة المقبلة، وربما يتم استخدامها لتسقيط الخصوم والدخول في متاهة سياسية قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل. إيناس العطية، اليوم، بغداد. وصل رئيس الوكالة الوطنية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي الأربعاء إلى إيران لإجراء محادثات بشأن برنامج طهران النووي. وتأتي زيارة غروسي بعد يوم من مناشدته السلطات الإيرانية لاتخاذ خطوات لحل القضايا القائمة منذ فترة طويلة مع الوكالة. وقال غروسي الثلاثاء في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية إن الإيرانيين يمتلكون كميات كبيرة من المواد النووية التي يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة نووية، مشيرا إلى أنه ليست لديهم أسلحة نووية في هذه المرحلة. وكثفت إيران نشاطها النووي منذ عام 2019 بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال ولايته الأولى عن اتفاق عام 2015 الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية، والذي بموجبه فرضت طهران قيودا على التخصيب. رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدوروس أدهانوم غيبريسوس بقرار الحكومة السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد. وقال غيبريسوس على منصة إكس أنه في ظل خطر المجاعة فإن نقطة العبور هذه حيوية للعديد من السودانيين الذين هم في أمس الحاجة إلى الغذاء والماء والدواء. كما رحب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان بقرار فتح المعبر، مشيرا إلى أن فتح معبر أدري وحده لا يكفي، وأنه من الضروري أن تكون كل المعابر الحدودية متاحة لإيصال المساعدات الإنسانية. ومددت السلطات السودانية نتيجة للضغوطات الدولية المتزايدة فتح معبر أدري 3 أشهر إضافية لإيصال المساعدات الإنسانية من تشاد إلى إقليم دارفور، بعد أن كان من المقرر أن ينتهي قرار فتح المعبر يوم غد الجمعة. استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، واتفقا على انتقال سلمي للسلطة. هذا ومن المرجح أن يناقش الجانبان عددا كبيرا من الموضوعات من بينها السياسة الخارجية. بعد مضي 4 سنوات من تبادل التهم والانتقادات الشديدة وتوجيه أقصى الكلمات لبعضهما، تصافح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، واتفقا على انتقال سلمي للسلطة وتجنب ما حدث في انتخابات 2020.
بايدن هنأ ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية وقال إنه يتطلع لانتقال سلمي للسلطة، فيما أكد ترامب أن العملية الانتقالية ستكون أسلس ما يمكن. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس إنه تم إخراج المراسلين بسرعة من الغرفة التي استقبل فيها بايدن ترامب، حيث من المرجح أن يناقش الجانبان عدداً كبيراً من الموضوعات من بينها السياسة الخارجية. وقد يحث الرئيس المنتهي ولايته ترامب على دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، غير أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وفق مراقبين أصبح محل شك بعد فوز ترامب في الانتخابات وتعهده بإنهاء الحرب سريعاً بدون أن يوضح كيفية تحقيق ذلك. وحملت هذه الزيارة التي عادة ما تكون بروتوكولية طابعاً مميزاً، لا سيما أن ترامب لم يتقبل على الأطلاق خسارته عام 2020، بل اتهم فريق بايدن بالتزوير والتلاعب بالنتائج. وتبادل بايدن وترامب الانتقادات الشديدة لسنوات، ويتخذ فريقاهما مواقف مختلفة تماماً بشأن السياسات من تغير المناخ إلى روسيا إلى التجارة، وصور بايدن ترامب على أنه تهديد للديمقراطية، بينما صور ترامب بايدن على أنه غير كفء. نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا يشير لتعرقل التطبيع بين دمشق وأنقرة ويقول إن لقاء الأسد وأردوغان لم ينضج بعد. الطائرة الإسرائيلية تجدد غاراتها على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق بجنوب لبنان، وحزب الله يقصف شمال إسرائيل. مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق بالشمال ووسط قطاع غزة. تركيا تواصل هجماتها على إقليم كردستان وتغير على مناطق في محافظة دهوك. شكرا لطيب وكرم متابعتكم مشاهدين أينما كنتم، إلى اللقاء.